النار العظيمة التي تسبق قيام الإمام المهدي عليه السلام. إذا رأيتم علامة في السماء ناراً عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي، فعندها فرج الناس وهي قدام القائم عليه السلام بقليل. تتحدث الرواية عن علامة فارقة تكون في الفترة التي تسبق قيام القائم بقليل، تتمثل بظهور نار عظيمة في السماء تكون من جهة المشرق. ذهب البعض إلى القول بأن المقصود من المشرق هو مشرق شبه الجزيرة العربية، يعني من جهة العراق أو إيران أو المناطق والدول المجاورة لها، وذهب البعض إلى القول بأن المقصود هو مشرق الأرض أو جميع دول الشرق. ذهب البعض إلى القول بأن هوية تلك النار حربية، وقالوا أن الحديث عن عدة ليال من اندلاع النيران لا تعبر عن حالة حرب شاملة، وإنما تعبر عن اشتباك له نتائج سريعة جداً وأثراً مدوياً في انكسار الطرف المعادي لشيعة آل محمد عليهم السلام، مما يجعله يستسلم فيتحقق النصر والفرج.